بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده رائع رائع رائع. هقول فيه كلام مهم جدا. الأنسة دي عندها 53 سنة، مكتوب على الفيديو بتاعها إن عندها 53 سنة، بشرتها مشدودة جدا، يعني شكلها 20، مش بقى إحنا هنظهر 10 أو 20 سنة، هي كده صغرانة مثلا 30 سنة، ما شاء الله عليها. اهم حاجة بقى ان احنا نهتم بتمارين اليوجا والمساج. انا جايبه لكم الفيديو بالبطيئة عشان تشوفوا ده مساج ممكن تعملوه قبل النوم، بس اهم حاجة ان احنا نعمله برفق، وعايزين نستفز الكولاجين اللي جسمنا بينتجه من فيتامين سي وإي والنحاس والأحماض الأمينية، وأنا شرح لكم إزاي نحفز الكولاجين في على القناة في الفيديو. ما شاء الله عليها بتمشي بصوابعها بمنتهى الرفق، وبتحفز الكولاجين والهيالورونيك أسيد، وبتعمل تصريف للسائل الليمفاوي. السائل الليمفاوي ده مهم قوي ان احنا نعمله دايما تصريف، لانه بيبقى هو شايل السموم اللي موجودة في البشرة. لما البشرة بتبقى نظيفة داخليا بيبان النضارة، والوجه بيبقى متوهج وشكله جميل جدا. انا شرحلكوا برضو حاجات كتير، هي منظومة متكاملة: خلطات، مساج، تمارين يوجا. هتشوفوا نتائج هايلة جدا. اهتموا، مفيش حاجة مستحيلة خالص. وبعدين هي هنا لو عاملة اي حاجة كان مستحيل تعرف تعمل المساج، فالطبيعة احسن من البوتكس والفيلر والحاجات دي كلها. فيديو ممتع جدا، نعمل المساج واحنا مسترخيين، ناخد نفس عميق، واشوفكم على خير في فيديو جديد.